Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons étudié la leçon de composition de la une d'un journal scolaire. Tekwin Safha l'oula d'il Jarida. L'objectif, l'hadaf, composer la une d'un journal scolaire. L'hadaf ou Tekwin Safha l'oula l'Jarida d'il Madrasa. Bon, هنايا كعطينا لو سيبور ديال واحد لا اون عطيناها هنا هنايا لا مونشيت هنايا لو فونتر هنايا هادو دي زارتيكل دي بيتي زارتيكل اي دي بيتي تيكست هنا دي زيلستراسيون ايتترا. بون غادي ندوز دابا لا كونسين التعليمه دون لو بوت ديلابوري ان جورنال دو كلاس. قالك من أجل تطوير الجريدة ديال القسم tu composes sa une. غادي تقوم بتأليف الصفحة الأولى en tout basant sur la maquette déjà réalisée lors la séance de production écrite de la première semaine. قالك بناء على النموذج اللي صوبته في السيمانه اللي فاتت زعما في ليكري. قال لك غادي تحاولوا انكم تنتوما تصاوبوا شي صفحه اولى. غادي هذاك الشيء اللي اكتسبتوه هذوك المعارف اللي اكتسبتوها في الحصه اللي فاتت ديال في ليكري غادي تحاولوا انكم تكتسبوا عاوتاني هنايا هذاك الشيء اللي اكتسبتوه غادي تجمعوا مع هذا الشيء اللي غادي نكتسبوه اليوم باش تصاوبوا واحد لا اون. صافي هذه هي لا فان باش غادي تصاوبوا لا اون فينال باش تعلموا كي ديروا تصاوبوها. بون دابا غادي ندوزو لجوبسيرف اي جو كومبران جو كومبليت لو تابلو سويفون. غادي نكملوا الجدول التالي. Les composants de la une. مكونات الصفحة الأولى أو تكوين الصفحة الأولى. Nom du journal. Nom du journal هو اسم الجريدة. اسم الجريدة هو le journal des enfants. اسم الجريدة هو le journal des enfants. بون ها هي لو جورنال دي زونفون لي ما بانتلوش الكتابه ديالي مزيان ها هي لو جورنال دي زونفون. بون غادي ندوزو دابا للتيم. التيم جينيرال. التيم جينيرال هو الموضوع العام. الموضوع العام هو لا رونتري سكولير الدخول المدرسي. حيت هاد هانتوما كيف ما كتشوفوا سي لا رونتري وحنا خصنا نسموها. بون هنا كيتكلموا على بزاف المواضيع اللي الدخول المدرسي كيفاش غادي يكون وكيفاش غادي يديروا له الاساسيده ايتترا. بون هنا غادي نكتب لكم لا رونتري سكولير. بون ها هي لا رونتري سكولير اللي ما بانتش انا كنقولها له اللي كيعرف يكتب يكتبها. المهم انا هادشي اللي كتبته لا رونتري سكولير. C'est la rentrée scolaire. En ce moment, quand tu vois, c'est la rentrée scolaire. Il y a la rentrée scolaire. Dohol al-madras. C'est un peu de le nombre d'articles. Où est le عدد ديال المقالات. Nombre d'articles. Le nombre d'articles, le عدد ديال المقالات, هو ما. هي المقالة الأولى. Le premier article. Deuxième article, troisième article, quatrième article. Il y a quatre articles. Quatre articles. Il y a quatre articles. Lima, bentlouch mzien, hana kankoul helikoum. Quatre articles. Le public visé. Le jomhor, ou la mouchahid, li kishouf hadj, li moujhali had la un. هو لي زيليف حيت حنا كنهضروا على لا رونتري سكولير دونك لي زيليف لي زيتوديون لي اولا لي زيكولي لي زيليف اولا لي زيكولي نكتبوا حنايا غا لي زيليف. بون ها هي لي زيليف التلاميذ بلا تقدروا تزيدوا لي زيكولي سي لا ميم شوز مي انا كتبت لكم غا لي زيليف. غادي ندوز دابا للجوغوتيان. Pour composer la une d'un journal, قال لك باش تالف واحد الصفحه الاولى من الجريده
Je sélectionne les éléments qui méritent d'y figurer. قالك خصنا نختار العناصر اللي كت اللي ضروري انها تكون كتضمن لو تيتر دي جورنال، العنوان ديال الجريده، لو بوندو هي اي حاجه كتكون الفوق، من ما دخلش في الموضوع الرئيسي ديال هاد الصفحه الاولى. لو غرو تيتر العنوان، واحد العناوين كبار، دوك العناوين الكبار اللي كيكونوا هنا مثلا سي لا رونتري اتسيتيرا، اليستراسيون صور، هاد الصوره وهاد الصوره وهاد الصوره خصهم ضروري يكونوا كيضمنوا هاد لا اون. جو شوازي بور شاك اليمون ان امبلاسمون ابروبري. قالك ضروري خصني نختار لكل عنصر، مثلا لي زارتيكل ماشي غادي ندير هاد لارتيكل، ماشي غادي نديرها هنا، ضروري خصنا نديروها من تحت تحت لي مونشيت، من تحت لا مونشيت، ما خصنيش كل حاجه ونختار لها المكان ديالها اللي كيستحقو. دابا غادي ندوزو لجو مونطخين. بروميير اكزارسيس قالك جيلابوغ افيك مون جروب la une de notre futur journal de classe à partir de la maquette que nous avons déjà réalisée. قالك غادي نعمل مع المجموعه ديالي على تطوير الصفحه الاولى الجريده ديالنا المستقبليه من النموذج اللي صوبناه، التصميم اللي صوبناه لا ماكيت دو لا ان. كيف ما كتذكروا اننا في ليكري صوبنا لا ماكيت دو لا ان وعرفنا اننا كيفاش نصمو الصفحه الاولى، وعاد دابا نخرجوها. هذيك غادي تاخذوا من تما تاخذوا منها العبارات وتحاولوا انكم تستافدوا، اولا تاخذوا منها واحد المعلومات باش تعرفوا تصاوبوا واحد لاين ديالكم. نو كومبوزون سات اون سور ان فاي انديبوندونت. قال لك غادي نالف هاد الصفحه الاولى ديالي، غادي نالفها على واحد الورقه مستقله، وعاد غادي نصوبها على واحد الورقه مزيانه. جو غانفيستي Je compare notre une à celle des autres groupes et avec les unes déjà étudiées. قال لك غادي نقارنوا المجموعه ديال نقارنوا المجموعه ديالنا داك الشيء اللي صوبنا، هذوك لاين اللي صوبنا مع المجموعات الاخرى والصفحات اللي درسناها قبل. مثلا اي حاجه لا ماكيت دو لاين تي غادي نقارنوها معاهم، غادي نقارنوا معاهم لا ماكيت دو لاين هو التصميم ديال الصفحه الاولى، غادي نقارنوه معاهم نشوفوا مثلا هما واش دايرين لو بوندو، واش دايرين لا مونشيت، واش ما دايرينش شي حاجه، واش ما دايرينش بوكو دي زارتيكل اتسيتيرا، بوكو دي زيلستراسيون اتسيتيرا. وغادي نحاولوا اننا نقارنوا باش نشوفوا شكون اللي عنده افضل تصميم او لا افضل اون، حيت غادي نكونوا حنا صممنا وعاد درنا لا ماكيت وشفتو في الحصه اللي في الحصه ديال ليكري شفتو ان شكون اللي عنده لاين المزيانه، حيت قرينا اننا لا ماكيت التصميم كيفاش نقدروا نقارنوا به، اننا غادي نشوفوا هذا عنده لو بوندو دارو ما داروش. دابا غادي نقارنوا ما بين لاين النهائيه لاين فينال، غادي حيت حنا غادي نكونوا صوبنا لا ماكيت، اذا غادي دابا نصوبوا لاين مقاده ديالنا، نقدروا نصوبوا حتى بحال هاد لا اون حيت تبعنا الخطوات ديال لا ماكيت. دونك غادي نحاولوا اننا نقارنوا، مثلا غادي نشوفوا هذا هنا عندنا، هنا ما كاينش لو بوندو، هنا كاين غير لا مونشيت، هنا كاين بوكو دي زارتيك، وهنا كاين هذا الشيء منظم، شي واحد عنده ما منظمش هذاك الشيء. المهم بحال هكا غادي تحاولوا انكم تقارنوا. جو مي فالي جو فيريفي سي لا اون كومبوزي كومبرون لي زيليمون سويفون. قالك غادي نتحقوا من هذاك الشيء اللي ومن هذا الشيء واش كيتضمن، من هاد لاين ديالنا واش كتضمن الصفحه الاولى، شنو كتضمن كتضمن لو نون دي جورنال، ضروري خص تكون كتضمننا لو نون دي جورنال. مثلا هنا خصنا ضروري نكونوا دايرين، مثلا هنا عندنا لو جورنال دي زونفون، مثلا هذه هي اللي غادي ضروري خصها تكون العنوان ديال الجريده، اللي ما كانش العنوان ديال الجريده غا بلا ما تكون هذه الجريده اصلا، حيت ضروري من العنوان ما يكونش. دونك غادي نديرو علاوي. قالك سي كومبوزونت بيان ديسبوزي، قالك واش المكونات ديالها مرتبه مزيان، جيده الترتيب، خاصها ضروري تكون جيده الترتيب، حيت مثلا واش هاد لارتيكل غادي نديرها في بلاصه لا مونشيت ما غاديش تجي، وغادي يجي كلشي مقلوب، دونك غادي هذيك ما غاديش تكون ما غاديش تسمى اصلا لا اون.
دونك خصنا ضروري يكونوا اي حاجه منظمينها وبطريقه منظمه ومتوله باش يجينا هذاك لاين ديالنا من احسن لي زون والاساسيده يزيدوكم النقاط عليها. دونك غادي نديرو دابا علاوي بون. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان هاد الدات ديال اليوم، راه بسيط، وحاولوا انكم تصاوبوا لاين ديالكم وتتبعوا هاد الخطوات عاد باش تقدروا تصاوبوها. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. على او ريفوار يا دوما ان شاء الله.